رح نبلش بأولى محطاتنا فرح، وأصدرت وزارة التربية نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعها الأدبي والعلمي وأيضا الثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها لعام 2022 عن نسبة نجاح في الفروع العامة وعن التساؤلات اللي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأسئلة، وأيضا عن الدورة التكميلية المقبلين عليها وغيرها. رح يجاوبنا ضيفنا بالاستوديو اليوم دكتور عبد الحكيم حماد معاون وزير التربية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. يسعد صباحك دكتور وينعاد عليك بكل الخير يا رب. الحمد لله شفنا طلاب ناجحين وشفنا معايدات كتير كبيرة، لكن يمكن الجواب الحقيقي بيكون عند وزارة التربية عن نسب النجاح في الشهادة الثانوية، وإذا بدنا نقارنها بالسنوات الماضية كيف كانت؟ صباح الخير، كل عام وأنتم بخير، والوطن الغالي وسيد الوطن بألف خير. أبنائنا الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الشهادات الثانوية بمختلف فروعها، كل عام وأنتم بخير، ونبارك لهم نجاحهم ولذويهم أيضا، ونبارك للوطن بهم هذا الإنجاز الذي قاموا بتحقيقه على مدى مرحلة عمرية ومراحل دراسية كانوا قد قطعوها للوصول إلى الشهادة الثانوية. في هذا العام طبعا يوم الخميس أصدرت وزارة التربية نتائج الثانوية العامة بمختلف فروعها، وبدأت بالتحضير للدورة الثانية التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر الثامن وفق برنامج امتحاني كانت قد وضعته وزارة التربية لهذا الغرض. طبعا كانت نسب النجاح في هذا العام تدل على مؤشرات نوعية سعت إليها وزارة التربية منذ سنوات، وهي بدأت الآن بتحقيق ذلك، ومنها على سبيل المثال 134,815 متقدم ومتقدمة من الطلاب والطالبات إلى الشهادة الثانوية الفرع العلمي، نجح منهم 55.24%، وهذه نسبة عالية وجيدة ومقبولة بالنسبة لمنظومة التعليم في أي دولة كانت، لأن يوجد هناك دورة تكميلية، وهذه دورة تكميلية من يحق لهم الإكمال بنسبة 29% في الدورة الثانية. نعم. فقد تكون طبعا قياسا في السنة الماضية كانت نسبة النجاح هي 63%. أما في الفرع الأدبي فتقدم 70,815 أيضا طالبا وطالبة، ونجح منهم نسبة 53.22% من الطلاب، قياسا بالسنة الماضية كانت نسبة النجاح في الفرع الأدبي 52%. وأيضا هذا مؤشر على أن هناك أيضا تقدم في أعداد الناجحين، وأيضا من حققوا المعايير والأهداف والمهارات التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها على الذين نجحوا، لأنهم يشكلون نهاية مرحلة عمرية ونهاية أيضا مرحلة تعليمية، ويستعدون للدخول إلى سوق العمل أو إلى المؤسسات الأكاديمية الجامعية سواء كان في سوريا أو خارج سوريا. وأيضا امتحانات الشهادة الثانوية الشرعية كانت نسبة النجاح نسبة عدد المتقدمين إلى هذه الشهادة 1,333، نجح منهم 60%، طبعا نجح منهم 65% في هذا العام .19 قياسا بالسنة القادمة 60.25. الشهادة الثانوية المهنية النسوية كان المتقدمين 3,797، نجح منهم 70.37%، قياسا بالسنة الماضية كانت 48.23. الشهادة الثانوية الصناعية كان عدد المتقدمين 15,755، نسبة النجاح كانت 55%، قياسا بالسنة الماضية 41%. الشهادة الثانوية المهنية التجارية 7,320، نجح منهم 52.99، قياسا بالسنة الماضية كانت 39.58. هذا نوع من المؤشرات التي تدل على أن الارتقاء بمستوى الشهادة الثانوية المهنية في معدلات النجاح. وأيضا كنا قد ركزنا في هذا العام على الطلاب الأحرار، فكانت هناك دورات تدريبية للطلاب الأحرار حتى يتمكنوا من اللحاق بأقرانهم ويحققوا علامات المقبولة للنجاح أو المطلوبة للنجاح. فأيضا عندما تسألين لماذا انخفضت نسبة النجاح في الفرع العلمي، لدينا
انخفاض في نسبة النجاح، لكن له مبررات عند أبنائنا الطلاب وأيضا في منظومة التعليم. هناك من الطلاب من انسحب حتى يكمل في الدورة الثانية لأنه لن يحصل على عالي على سبيل المثال. هناك من الطلاب من تغيب، هناك حتى لا تحسب عليه دورة امتحانية ويتقدم إلى الدورة الثانية. وكنا قد تحدثنا بأن 29% من الطلاب يحق لهم التقدم بصفة راسبين، يعني من رسب بمادة أو اثنتين أو ثلاث وتقدم للدولة ولم يستفد من فرص نجاح سابقة لديه فرصة أن ينجح في الدورة الثانية. وأنت تعلمين عندما يستعد الطالب لثلاثة مواد أو مادة أو مادتين يكون قد ركز الجهد على هذه المواد بدرجة أكبر مما لو كان تحضيره لمجمل المواد على مدى العام الدراسي وفي فترة زمنية محددة للامتحان. نعم دكتور عبد الحميد، هل هذا الشيء ممكن يفسر يعني بعض النتائج اللي شفناها؟ في ناس نشرت نتائج انه في عندهم مجموعة عالية ولكن مادة واحدة فقط متميزة جدا العلامة فيها، وفي البعض مثلا صفر اخذ بمادة، هل هذا بسبب الانسحاب من المادة او هل تعتبر هيك منطقية؟ كيف ممكن يتم معالجة هيك حالات؟ طبعا انخفاض العلامة قياسا بمواد أخرى، قد يكون الطالب قد أراد أن يقوم بعملية الآن في الدورة الثانية حتى يستفيد بعلامة أكثر، وقد تكون حالة أخرى بعدم التحضير للمادة. وهناك أيضا قد تكون هناك أخطاء بشرية، لأن لدينا 260 ألف طالب وطالب له 9 قسائم، وحتى في بعض الشهادات أكثر من 12 قسيمة، فهذا العدد الكبير جدا قد يكون هناك أخطاء بشرية. ونحن في وزارة التربية كنا قد فتحنا باب الاعتراضات على إعادة جمع الدرجات، قد يكون هناك خطأ جمع، ولكن هذه الأخطاء هي أقل من 1 ب10,000، يعني هناك أخطاء محدودة جدا، لأن كانت دقة عالية جدا لدى زملائنا المدرسين المصححين الذين تابعوا بشكل مستمر حتى يحصل كل طالب على الجهد الذي بذله. لكن قد يكون ونحن فتحنا باب الاعتراض لكل أبنائنا الطلاب بتقديم طلبات اعتراضهم، وستتم دراسة كل طلب يقدم إلى وزارة التربية أو إلى المديرية التي تقدم بها أبنائنا الطلاب، ولن يضيع على أي طلاب أي درجة أو بمقدار معين أو نصف درجة، وله الحق أن يحصل عليها. ستقوم وزارة التربية بكل أطورها للبحث عن هذه الدرجات أو أسباب تدني هذه الدرجة في مادة أو أكثر من مادة، ستقوم بالعلاج قبل بداية الدورة الثانية، وستعلم الطلاب تباعا كل من يستفيد من اعتراض، سواء كان في جمع الدرجات أو إذا كان هناك جزء من سؤال غير مصحح أو سؤال مصحح، أو رفع الدرجات من المربعات إلى المربع الأعلى في القسيمة للورقة الامتحانية. دكتور بالنسبة للدورة التكميلية، خلينا نفصل الدورة التكميلية أنت بتبدأ وأنت بتنتهي، مين بحق له يتقدم للدورة التكميلية؟ فسؤال كتير مهم وردنا على صفحتنا على الفيسبوك، في حال دكتور كانت درجة الدورة التكميلية لأحد المواد هي أدنى من المادة اللي قدمها بالمرة الأولى، أي درجة تؤخذ بعين الاعتبار؟ الدورة الأولى إذا نجح الطالب أصبحت له شهادة ثانوية تخصه، وعندما يتقدم إذا كان ناجح بجميع المواد ويتقدم بصفة محسن وحصل في إحدى المواد وأراد أن يحسن في إحدى هذه المواد على درجة أدنى، فليس معقولا بأن يحصل في الدورة الثانية على علامة أقل، وبالتالي ستثبت له العلامة التي يحصل عليها في الدورة الثانية. فإذا تقدم بمادتين، وأنا أعلم يعني عن دقة السؤال وكيف يسأل الأبناء الطلاب، إذا تقدم بمادتين أو 3 مواد فجاء بعلامات أكثر في الدورة الثانية بمادتين، لكنه في المادة الثالثة جاء بمواد بعلامات أقل، ماذا يحسب له؟ تحسب له نتائج الدورة الثانية كتلة متكاملة وتضاف إلى مواد للدورة الأولى، يعني وتصبح هيك له شهادة ثانوية ثانية إذا حقق النجاح في المواد التي تقدم بها. من يحق له التقدم إلى الدورة الثانية
من نجح في جميع المواد وحقق النهايات الصغرى المطلوبة للنجاح يحق له التقدم بصفة محسن في مادة أو اثنتين أو ثلاث مواد على أبعد مدى. حد أعلى ثلاث مواد. وأيضا من رسب بثلاث مواد يستطيع التقدم بهذه المواد في الدورة الثانية، فإذا نجح في هذه المواد تضاف إلى الدورة الأولى ويصبح ناجحا في هذا العام الدراسي الدورة الثانية، ويحق له إذا لم يستفد من فرص نجاح سابقة يحق له التقدم في العام القادم في الدورة الأولى فقط وبجميع المواد الدراسية. أنت بتبدأ أنت بتنتهي دكتور؟ تبدأ الامتحانات الدورة الأولى في اليوم الأول من شهر آب، والواقع هو يوم الاثنين 1/8 الساعة 8 صباحا. نعم. وتنتهي طبعا بالنسبة للفرع الأدبي في 10 منه، والفرع العلمي في 11 منه يوم الخميس، والشهادة الثانوية المهنية والشرعية يوم الأحد 14/8. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، السنة لاحظنا نسب عالية التميز بالمدارس الحكومية والمدارس المتميزين، كان فيها نسب متفوقين أكثر من المدارس الخاصة، وهذا يحسب يعني لكوادرنا التعليمية ولمدارسنا. خلينا نحكي عن نسب التفوق وكيف توزعت بين المحافظات أيضا السورية. نحن في وزارة التربية طبعا ننظر إلى سواء كانت المدارس العامة أو المدارس الخاصة، هي تقوم بتعليم أبناء سوريا، ونحن ما يهمنا هو تعليم أبناء سوريا. التركيز في المدارس العامة خاصة المدارس المتفوقين وجميع المدارس تركز على تعليم هذا الطالب، وهناك من المدرسين من يركز على كيفية الإجابة على الأسئلة الامتحانية، فهناك فرق كبير ما بين هذا وذاك. وبالتالي نلاحظ بأن من يركز على حل أسئلة الدورات السابقة للتدرب أو كذا من هذه الأنماط التعلمية لا يستطيع أن يحقق الدرجات المطلوبة، لكنه يستطيع أن ينجح. لكن من يتابع منذ بداية العام الدراسي ويتعلم بمهاراته ولديه مدرس يقوم بمتابعته وتصحيح أوراقه وأوراق عمله ووظائفه ويتابعه يوماً، سيحصل على الدرجات التي يستحقها وفق درجة الاهتمام التي يبذلها. توزعت في هذا العام نسب المتفوقين الذين حصلوا على العلامة التامة بين 9 محافظات، ومنها القنيطرة والسويداء وحمص وحماة ودمشق واللاذقية وطرطوس وأيضا الحسكي. وجل هؤلاء الأبناء الذين حصلوا على علامات تامة طبعا 12 طالبا وطالبة، ومبروك لهم، ونبارك لأهلهم ونبارك للوطن بهم ونبارك لجهودهم التي بذلوها لأنهم حصلوا على علامات تامة يستحقونها. وتمت مراجعة هذه الورقات للوقوف على مدى أحقية هؤلاء بالحصول على العلامة التامة، فتبين أن هؤلاء الأبناء جلهم من المدارس المتفوقين من درسوا وجدوا واجتهدوا على مدى عام دراسي. ولا ننسى أيضا بأن هناك مدارس عامة أيضا حصل منها بعض الأبناء على علامات تامة، ومنها مدرسة في حلب، مدرسة زكي جمعة، أيضا نبارك لأبنائنا. فمدارسنا العامة ليست هي أقل من مدارس المتفوقين، ومدارس المتفوقين أيضا كالنسبة العالية لهم. وأيضا لدينا مدرستين خاصتين كان قد حصل الأبناء على علامات تامة في امتحانات الشهادة الثانوية. أما في هاي في الفرع العلمي، أما في الفرع الأدبي فحصل 5 من الأبناء الطلاب والطالبات على العلامات، وأيضا توزعت ما بين محافظات ما بين حمص وحماة وحلب، وأيضا نبارك لهم نجاحهم. لكن لا يوجد في الأدبي العلامة التامة، وكانت أيضا نسبة 99.5%، وبالتالي كانت أقل من العلامة التامة بقليل، لكنه كان الأول على الجمهورية العربية السورية. وتوزع أيضا على المحافظات ونبارك لهم نجاحهم. أكيد بدورنا كمان سلمى بدنا نبارك لكل المتفوقين مثل ما تفضلت دكتور وحكيت بكافة المحافظات. خلينا نحكي عن نسب التفوق، حكينا عن نسب النجاح، نسب التفوق مقارنة بالسنة الماضية شايفين دكتور؟ طبعا الطالب عندما يحصل على 2899 فهو طالب متفوق، لكن في هذا العام كنا قد ركزنا على الذين حصلوا على علامات تامة،
قياسا بالسنة الماضية فكانت النسب متقاربة لكنها توزعت في محافظات أكثر، وهذا دلالة على أن المناهج الدراسية قد أخذت موضع التطبيق الدقيق والصحيح، وأيضا المهارات التي اكتسبها الأبناء الطلاب في جميع المحافظات كانت على نفس السوية وبنفس المقدار وبنفس التدريب الذي تلقوه أساتذتهم لبناء المعرفة والمهارات المطلوبة عند هؤلاء الأبناء. ونعود نقول بأن الذين حصلوا على 2899 ليسوا أقل من الذين حصلوا على 2900 وهي العلامة التامة، ومن حصل أيضا على علامة أقل بقليل يعني 2898 فهي مقدار بسيط، قد تكون هنا كلمة أو هنا أو هناك أو عدم الاهتمام بالإجابة أكثر من ذاك الطالب، فهناك من أصعفته أساليب تعلمه ومهارته، وبالتالي هؤلاء الأبناء لديهم نفس القدرات ونفس الإمكانات، لكن التصنيف الإحصائي من حصلوا على هذه العلامات التامة هم 12 طالبا وطالبة موزعين على 9 محافظات في الجمهورية العربية السورية. نعم الدكتور عبد الحكيم، يعني أيضا نحن يمكن بعد العيد مقبلين على نتائج شهادة التعليم خليني أقول التاسع، الكل كمان نارون نحن للثانوية هلا هلأ الثانوية قبل العيد في مين منهم فرح وفي منهم زعل، بس الفرحة لجميع أبنائنا الطلاب، ونقول لهم طبعا من فاتته فرصة النجاح وينتظر الدورة التكميلية أمامه فرصة، أكيد الفرصة الثانية أو الدورة الثانية هي الفرصة التي تمنحه فرصة للتحسين النجاح وللنجاح أيضا النجاح. التاسع بعد العيد إن شاء الله النتائج طبعا أوراق التصحيح الآن والأمانة بين يدي زملائنا من المدرسين الذين يقومون بتصحيح هذه الأوراق الامتحانية، واليوم يتابعون عملية تصحيح في مراكز الله في اليوم الثاني من أيام العيد إن شاء الله، لا هيك نسب نجاح مرتفع للجميع. عندما تنجز المهمة ستقوم وزارة التربية، لن تترك نتائج دقيقة واحدة في وزارة التربية، ستعلن عنها عشرة طبعا. وبالتالي عندما تكون جاهزة هذه النتائج لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ستعلن عنها وزارة التربية مباشرة لبث الفرحة في قلوب أبنائنا التلاميذ، لأنهم ينتظرون هذا النجاح وينتظرون نتائجهم. ونعرف بأن الأطفال يعني هو في عمر 15 فهو في عمر الطفولة صحيح، وبالتالي هم ينتظرون بفرح متى تصدر نتائجهم، ونحن أيضا سنفرح معهم عندما تكون نتائجهم جيدة، ونسعى لأن تكون هذه النتائج جيدة وفق ما كتبوه في أوراقهم الامتحانية. طبعا نشكر المدرسين الذين تابعوا ليل نهار لإنجاز أوراق الشهادة الثانوية، وبكل دقة ومسؤولية قاموا بإنجاز هذه المهمة، وأيضا الذين توجهوا في هذا اليوم إلى مراكز التصحيح ليقوموا بالمهمة لاستكمال ما بدأوا به من تصحيح لأوراق شهادة الأساسي والإعدادية الشرعية، فشكرا لجهودهم وكل عام وهم بخير، خاصة لهم وهم في مراكزهم مراكز التصحيح. طبعا دكتور، يعني أغلب الأسئلة اللي وردتنا جاوبتنا عليها في حال أحد طلاب التعليم الأساسي بعد ما طلع النتائج، طبعا هذا السؤال خلينا نقول شوي بكير عليه بس خلينا نطمن الكل، كان في حالة اعتراض لأحد المواد، هل يمكن تقديم الاعتراض ويأخذ بعين الاعتبار ويتم إعادة تصحيح الأوراق؟ إعادة تصحيح أوراق لأي مادة من المادة اللي قدم الاعتراض عليها؟ إعادة تصحيح بعد أن مرت هذه الورقة أو هذه الورقة الامتحانية على 3 أو 4 من المصححين والمدققين، يعني هناك من يصحح بالأحمر ومن يدقق وراءه بالأخضر ومن يدقق بالأسود، نعم، ومن يطابق هناك ومن يجمع مرة واثنتين، يعني الغلط غير ممكن خيانة، الورد الخطأ الغلط البشري وارد لأنه بنسبة منخفضة جدا. إعادة التصحيح في الدورة الأولى أو في شهادة التعليم الأساسي غير موجود، لكنه إذا ما كان هناك سؤال غير مصحح أو جزء على سبيل المثال بآخر الورقة أو جزء من سؤال غير مصحح يعني يستكمله في آخر، على سبيل المثال قد تمر هذه الحالات أيضا بنسب منخفضة ولا تتجاوز 1 من 50 ألف، نعم.
إذا كان هناك أيضا غلط في جمع العلامات، جمع العلامات، جمع المفردات على القسيمة ورفعها إلى المربع، أو من المربعات على الهامش مقابل تعال إلى القسيمة، هذه تعاد، يعاد النظر بها وإعادة جمعها إذا ما استحق أي من أبنائنا الطلاب سواء كان في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية أو في الشهادة الثانوية سينال ما يستحقه، وتقوم وزارة التربية بتدقيق ذلك وإعادة الدرجة إذا كان يستحقها إلى من يستحقها. مشكورة وزارة التربية للشكر، وأشكر لكل المدرسين مثل ما قلنا يلي عملوا بجد لحتى يمكن تكون العلامات بشكل دقيق ومدروس. بدنا نشكرك دكتور على وجودك معنا اليوم، بنتمنى التوفيق لكل الطلاب سواء مقبلين على الدورة التكميلية أو حتى طلاب التعليم الأساسي. شكرا لك. نتمنى لجميع أبنائنا التلاميذ في شهادة التعليم الأساسي النجاح والتوفيق والإعدادية الشرعية أيضا، ونتمنى لجميع أبنائنا الطلاب الذين سيتقدمون إلى الدورة الثانية في الشهادة الثانوية أيضا النجاح والتوفيق، ونشكر الجهات التي آزرت وزارة التربية على إنجاز العملية الوطنية على المستوى الوطني، على العملية الامتحانية على المستوى الوطني لإنجاز هذه الامتحانات، وكانت جميع الجهات المعنية قد شاركت وقدمت ومدت يد العون إلى وزارة التربية، وأيضا نحن نتابع نستكمل إجراءات الدورة الثانية بتوجيه مهتم من السيد الوزير للوصول بالعملية الامتحانية سواء كانت الدورة الأولى وما يستوجب علينا أن نقوم به من دراسة الاعتراضات ودراسة على عقوبة أو على إعادة جمع درجة، وأيضا تحضير للدورة الثانية. أكيد. وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. شكرا لك دكتور عبد الحكيم حماد معون وزير التربية على وجودك وعلى كل المعلومات. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا صار الوقت لحتى ننتقل إلى غرفة الأخبار.